بتعرف على كل تفاصيلها من خلال الزميله العزيزه نورهان طمان الموجوده حاليا من داخل مقر النادي الاهلي. نورهان صباح الخير عليكي، وهاتي ما لديك من منشطات وعناوين، اتفضلي. صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهاوند، وصباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي بكل مكان. فعلا يا كريم زي ما انت قلت، يمكن معانا النهاردة عناوين بعد طبعا الفوز الجميل لفريق الكرة بالنادي الأهلي. احنا هنا من مقر النادي الرئيسي بالجزيرة، هنطلعكم على أبرز وأهم الأخبار الرياضية واللي هيكون على رأسها طبعا فوز النادي الأهلي. من موقع يلا كورة في أول أخبارنا، الأهلي ينتصر وصلاح يتجاوز كريستيانو. يلا كورة يمكن كان استعرض ملف كامل عن انتصارات النادي الأهلي في ضربة البداية، أو انتصار النادي الأهلي في ضربة البداية أمس أمام مصر المقصة بثلاثية، ويمكن كان بيبرز تصريحات المدير الفني بيتسو موسيماني وكابتن سيد عبد الحفيظ ومحمود كهربا بعد المباراة، واللي كان على رأسها موسيماني النتيجة لا تعكس الفرص وهدف شريف صحيح والرباعي الهجومي أخطأ. يمكن المدير الفني الجنوب أفريقي في تصريحاته قال أو أكد على أنه هدف محمد الشريف اللي تم إلغائه بداعي التسلل كان صحيح من وجهة نظره، بالإضافة إلى أنه انتقد رباعي الهجوم وقال أن تحركاتهم في بعض الأوقات لم تكن موفقة. اما بقى كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره، فيعني يمكن وضح حقيقه اصابه اجاي وقال انها اصابه في الكاحل وليس وتر اكيليس، وهيغيب عن المباريات لمده شهرين. محمود كهربا في تصريحاته عقب المباراة قال إن البداية دايما بتكون صعبة، وقال إنه ما حدث بين عمرو السولية ومحمد الشريف من بعض المشاحنات كان مجرد نرفزة ملعب. أما بقى على المستوى العالمي، فيمكن أرقام النجم المصري محمد صلاح مع فريق ليفربول بعد ما تعادل لفريقه أمس أمام فولهام في الجولة 12 في البريمير ليج بهدف لكل فريق. الهدف اللي سجله محمد صلاح يعني خلاه في المركز الثاني في جدول هدافين البطولة. أما بقى على المستوى يعني يمكن الأرقام القياسية، فنجمنا محمد صلاح ده يعد الهدف رقم 85 في مشواره، وطبعا كان يعني خاض 132 مباراة في البريمير ليج طبعا معظمهم بفريق بقميص فريق ليفربول، وكان منهم هدفين سجلهم بقميص تشيلسي. تخطى بالرقم دوت النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اللي سجل 84 هدف في 196 مباراة في الدوري الإنجليزي. أما بقى من موقع اليوم السابع، وزير الرياضة والصحة يعلنان الإجراءات الاحترازية لمونديال اليد في مؤتمر صحفي اليوم. هيعقد اليوم دكتور أشرف صبحي وزير الرياضة مؤتمر صحفي مع الوزيرة السيدة الدكتورة هالة زايد للإعلان عن الإجراءات الاحترازية اللي هيتم اتباعها للمنتخبات المشاركة في المونديال أو مونديال اليد اللي هتستضيفه مصر إن شاء الله في يناير المقبل. وبقى من موقع سوبر كورة، منتخب الكرة الشاطئية يتوجه إلى السعودية استعدادا لبطولة القارات. هيسافر إن شاء الله منتخبنا الوطني اليوم للأراضي السعودية للدخول في معسكر مغلق استعدادا ليمكن كأس القارات في دبي اللي هيقام في فبراير المقبل، بالإضافة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية اللي هتقام في مايو المقبل. ومن موقع كورة نقلا عن وكالة الأنباء الألمانية، 48 ساعة فاصلة لاختيار مستضيف السياد 2030. وكالة الأنباء الألمانية نشرت في تقريرها اللي نقله موقع كورة يمكن بعض الأرقام قبل الإعلان النهائي بعد غد عن الدولة اللي هتستضيف السياد 2030، وقالت أنه في 20 نسخة تم يعني إجراءها استضافها من جنوب وشرق آسيا 18 دولة، ويعني في دولتين فقط هم من خارج الجنوب والشرق اللي استضافوا البطولة، والتقرير قال إن الرياض تقترب من استضافة البطولة. وأخيرا من موقع اليوم السابع، اليوم مراسم قرعة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا. هيستضيف اليوم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مقره بسويسرا قرعة دور 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا. خلينا نفكركم بالفرق اللي صعدت لدور 16 من مجموعتها. في المجموعة الأولى بايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد، وصعد من المجموعة الثانية ريال مدريد وبروسيا مونشنجلادباخ ومانشستر سيتي وبورتو من المجموعة الثالثة، والمجموعة الرابعة ليفربول وأتلانتا، والمجموعة الخامسة تشيلسي وإشبيلية.
أما المجموعة الستة فبروسيا دورتموند ولاتسيو، والمجموعة السابعة يوفنتوس وبرشلونة، وأخيرا المجموعة الثامنة باريس سان جيرمان ولايبزيج. دي كانت أبرز أخبارنا هنا من مقر النادي في الجزيرة. شكرا لكم جدا وعودة إلى الاستوديو. احنا اللي بنشكرك، شكرا جزيلا زميلتنا العزيزة نورهان طبان مراسلة قناة النادي الأهلي.